من من تقرير مراسل العربية من طرابلس. نعم. من الزاوية. تفرجوا عليه كانوا جاهز. أنا مصري اسمي أنور ومن الصعيد ومع الشعب وأموت مع الشعب وفيد الشعب وعمري ما كنت مرتزق. أنا كليت فيها خبز وملح، أحب الصغير الطفل وأحب الكبير فيها زي ما يحبوني ونحبهم، وعمرنا ما ارتزقنا. كم في مصريين آخرين؟ في مصريين هلبة هلبة وفيه هنا هنا في الميدان في الميدان ما يقل عن 500 فرد مصري، ما يقل عن 500 فرد مصري. احنا متضامنين، الشعب الشعب لهنا. ما هو سبب انه انتم مع المتظاهرين؟ انه اتهمونا بالباطل، اتهمنا بالباطل ان احنا مرتزقه ناخذ فلوس، اتهمنا بالباطل. اما احنا شعب شعب القناه ده بدنا اكل. عددكم 500 مصري؟ اكثر من 500 عمال. وبص الشعب 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 ده بدنا اكل، ده بدنا شرب، ده بدنا دخان، ده بدنا فلوس. يقول لنا ننقص عليه ملابس، جابوا لنا ملابس. نعم. تبي نشرح؟ تفضل. ماذا نشرح؟ هذه مراسلة العربي. المراسلة المندوب العربية شفتوه وشاهدتم التقرير، فهل بعد هذا تفتحوا العربية تتفرجوا عليها؟ هذا بتروه وقطعوه من المراسلة باش يكون شغلهم في اتجاه واحد. هذا هو التزوير. وهذا هو البهتان، وهذا هو الذي سمحنا للعربية أن تجي في هذا البلد وتنقل الحقيقة. وهؤلاء ما قلت عليهم أنا، وهم يدعوا أنه هو الرأي والرأي الآخر. يعني أين رأي ورأي آخر؟ فهل بعد هذا يا من شاهدتم الرسالة ليلة البارحة من الزاوية، من أتى بهؤلاء؟ هل نحن أتينا بهم؟ هل المراسل هذا ليس مراسل العربية؟ هل ركبت صورة؟ أنظروا لوجه المخرج بكم، أنظروا لوجه المراسل وماذا قال هؤلاء وماذا يفعلون 500، ومن أتى لهم بالأكل، ومن أتى لهم بالدجاج، ومن أتى لهم بالملابس، ومن أتى لهم بالفلوس، ومن أجل ماذا وفي اتجاه ماذا؟ هذه أسئلة كل مواطن، كل إنسان شريف يجلس على كراسي راس الليلة ويفكر فيها. ومن متربص بنا، وأنا أعتبرهم حتى هؤلاء الناس غلابة استغلت الحاجة، عمال في البنى وكذا استغلت حاجتهم وأتوا بهم في المطحنة بش لو حصل أي شيء. هناك عدد قتلى، والذرائعية الأمريكية وغيرها تجد ما تدخل به على الناس ولا